انتهاء كل الأشغال الخاصة بالبنية التحتية من التطهير والمأسح للشرب ثم كل ما يتعلق بالتنوير وكذلك الطرق والبدال الخاص الذي يعطي لمشروع زناتا أحسن ولوج. شركة زناتا اليوم كتعلمكم بأن غتعطي انطلاقة لأول تجزئة عقارية سكنية اللي غادي يقوم بالتسويق ديالها وبالإنجاز ديالها بعد المنعشين العقاريين اللي على رأسهم الجروب المفضل مجموعة المفضل وكذلك العقارية للتنمية. رئيس المدير العام للشركة للمجموعة العقارية للتعمير، هذا المشروع ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي تكون الاسم ديالو نيكست هاوس كازا زناتا ايكو سيتي، اللي غادي يكون ان شاء الله في المدينه الجديده لزناتا، اللي هي مدينه ان شاء الله اللي غادي يكونوا فيها جميع المواصفات الدوليه، غادي يكونوا فيها مراكز تجاريه، مستشفيات، بارك، واللي مهم جدا هو انه قريب من البحر اللي هي زناتا اللي كنا كنعرفوا زمان. وهذا المشروع ديالنا ان شاء الله اللي هو نيكست هاوس ايكو زناتا ايكو سيتي يتعلق بمجموعه من الابراج اللي فيهم جوج ديال الابراج اللي هما من اير بلس 12 وكاينين جوج الابراج داخلين اير بلس 9 كيتكون من 280 شقه. واللي جديد في هذه المساله هو انه من ناحيه الجوده ومن ناحيه المواصفات غادي يكون مواصفات عاليه والثمن غادي يكون جد مناسب. الثمن ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ديماري من 10500 درهم ان شاء الله، غادي بالنسبه للازور كامله اللي هو الثمن التحفيزي دابايا بالنسبه لوسمون ديال لازون. وبالنسبه للجوده وداك الشيء غادي يكون جميع الجوده غتكون عاليه جدا، جوده ترقى بالاحياء الراقيه ديال الدار البيضاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. كلشي مرافق عموميه؟ مرافق عموميه غادي يكونوا مسبح، غادي يكونوا كاين البارك ديال زناتا اللي هو اون فاس مع المشروع ديالنا، كاين كيدز كلوب اللي هو عباره عن روض الاطفال غادي يكون في شقق المشروع، الشقق غادي يكونوا من جوج البيوت صالون ابتداء من 75 متر، وكاينين ثلاثه البيوت صالون ابتداء من 89 متر، يعني اللي هما شقق اللي غادي يكونوا ديستيني للناس بالنسبه للسكن الدائم وحتى السكن اللي هو السكن الثانوي، يعني الناس اللي هما اللي غادي يبغيو يجيو للبحر ديال زناتا. راه البحر ديال زناتا معروف، كاين زناتا كاين بالوما وراه قريب من المحمديه ولاد حميمون اكزاكتومون. دونك هذا هو ان شاء الله الرحمن الرحيم المشروع اللي غادي يكون ان شاء الله عندنا في مدينه زناتا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا جزيلا لك ياسين مفضل مدير عام ديال شركه مفضل. حنا اليوم سعداء باش نحضروا هنايا في لا كونفيرونس تاع لاساز كي باش نبريزونتيو العرض ديالنا ديال البروجي الجديد اللي هو زناتا تاور. هذا البروجي كي موجود في مدينه زناتا على 400 متر بعد على البحر، على كاين على البارك ديال 18 قطار اللي كاين اللي اميناجي مع لا سوسيتي زناتا. دونك حنا المشروع ديالنا كيتجه لا كلاس موين باش بواحد الاثمنه جد اتراكسيون جد مناسبه، يعني اننا في ثمنات من المتر كاري بين 10500 و 12000 درهم و 500 درهم المتر كاري مع فينيسيون عاليه، جوده عاليه، واكثريه بالخدمه اللي دارتها لا سوسيتي ديال زناتا اون تيرم ديال الطرق اللي ندوزها، لي زيكيبمون، المدارس، المستشفيات اللي غيكونوا ان شاء الله في هذيك لا زون. هادشي اللي مرتحنا حنا اليوم في هذا البروجي سي كو مورانا كاين واحد لاميناجور اللي هو لاساز اللي هو يا كيحط كيتبع مع البروموتور من شراء الارض حتى ليفريزون ديال لي زابارتمون، وكيتابع اننا كنحافظوا على كاع على الجوده سواء في داخل المنازل وخارجهم.
بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.